بيعات ثلاث بيعات كلها تطلع. والله ما انا بجيب التالي انا يا خلني معكم في الاول ونمشي سوا. لا 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 ما عليك جاك العلم. اللي حضر الاول شوف واحد اثنين والله اثنين انت والله انت والله لا قدمك اثنين والله هذا بالمقدم العظيم أربعة خمسة قهوة مع البيعات بس بدل ذا بين أربعة وستة لا هذا أربعة وهذا خمسة وهذا ستة لا ما ذي عقبتك أوكي لا يا أبو محمد يا أبو ناصر ما هو تقليل من شأنك بس أنت تخبل عشان نضمن عمارتنا يا أخي واحد يقول سبة فجأة ما تطلع وسبة من سبة حبيبي سبة فاصل طيب سولفوا وصدقوني ما جيت فاصل عندي بعطيكم بالترتيب الله يحفظك بالترتيب عداك أبو ناصر واحد لا لا عندك لا عندكم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبو علي بوب أربعة كان قلت ستة محمد ناصر صلوا على النبي طبعا من زمان والله ما بعت فأنا متشوق صراحة واحد من هي احنا مش بالأرقام دي واحد عند من واحد واحد خمسة أنا خمسة لا لا هو آخر واحد لا لا خمسة أنت ست تبغى تصير واحد يا أبو علي لا لا تفضل بس عشان أعرف الأرقام قصدي إيه أنا الأول الشاهد الربع طبعا من زمان ما بعت فبالتالي بتكون بيعة أسطورية ولا يدري عنها اخوي معتقة ايه حلو لانها شيء كيف اقول لك اداريه كذا شيء اداريه وصار عليه شيء غير الان ما يعرفه لا. اخوي طبعا امسي اصب عليه بالخير من هذا المكان اخي قدوتي في الحياه علي ونعم جنفدا ونعم الله يخليك ما عليكم زود بنيابه عنه ونعم الشاهد كان معجب حلوين حلوين واداريه اللي يحنه من الشوك إيه لا قدو يمشي في الشارع كانه يمشي على بطنه يا زبده لا تنكتئ الله طبعا الجيب ذاك من كثر ما هو يحنه ما عاد هو يسوقها واجد مع سياره ثانيه يمشي عليها ويروح عليها هذا للطلعات للاشياء الخاصه ما الى ذلك المهم قرر الرجال يبيعه قال ببيعه نظيف يا رجال حتى كان موديل 2018 كان وبعته قبل يمكن سنتين او سنه ونص ماشي 30000 مو ترى نظيف 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 مره رحنا المعارض مرة من مرات أنا والأستاذ محمد بن منير بن إبراهيم الثوري السبيد ونعم 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 اللي جاء شد في إصبعي يوم يكتب رسالتك ذاك الله فما كثر نعم اللي كان يقول في 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 خاطره كلام كثير بس ما يبغى هو كذاب ما يعرف يسولف جيت أبيعه يا طويل العمر والسلام رحت المعارض القادسية أبغى أبيع الموتر تبيع إيش الجيب الجيب يعني أخوك ما يدري لا لا أخوي وصاني الفعل المواجيب إيه؟ للجود له طيب لله لا لا وصاني إني أتكفل بموضوع البيع أو زي كذا هو مشروع مفاض رحت على المعارض وأفرفر 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 مر اليوم لا مر جاء اليوم الثاني جاني محمد طبعا محمد يعني صديق من زمان يمكن لي معه 15 سنة و 14 سنة ما شاء الله جاني قال بالله خلني أسوقه وأصور في سناب يا ولد الموتر ببيعه هنا انا باليلا انا مختلع وانا قاعد اسوق قال بالله عليك قلت يلا جاء محمد ساقه وهو يصور سنابات طبعا حبيبي هو يصور سنابات في لفه زي كذا الرصيف شوي كبير وجنط الجيب يعني تخبرون كبير والكفر صغير فلف على اللف مع اللفه في حك يا الرصيف في الجنط كامل كذا شفت الدائره جنط كامل طبعا تخبر جيب و ماشي بذا والجنط محكوك فيه إنه إيش أسوي أنا تلبستها صراحة تلبستها رحت يعني ما صفقت أخويك لا خلاص بشيلها عن أخوي إيه بشيلها خلاص الرجال فيه اللي مكفيه وما له داعي وتخبر جنط يعني يكلف واجد قلت يا رجال راس كسال وروح عند علي بن مرعي قلت والله العلم كذا 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 أنا والله اللي حكيت فيه فيا علي أخوي لبى قلبك ترى اللي حك بالجنط محمد بن منير بن ابراهيم الثوري سبيل صح بعد يا ابو مري الله يرحم والديك ممتاز صحة ايامكم طيب علي تسوي احنا والله انا لحقني واحد يبيع نفسه عادي فصله ولا فصله فصله واضطر انه يدفع قيمه جنط حول يمكن افضل البيع اعلى مراتب البيع اللي يبيع نفسه انا اجل اليوم ببيع نفسي مرحبا توكلنا على الله يعجبني هذا واحد من اخوي قال له حمد محمد القحطاني ونعم شراك ونعم يستاهل شراك طيب رجعت عمرك العام في الشتاء